ما عندك كلمة يا قلبي نسيتك عدرفت شباك ولهاك المشتاق رح ودي ناسي دمعات سقيتك وبسافر بلاك بحلفلك يا وراق ما عندك كلمة يا قلبي نسيتك عدرفت شباك ولهاك المشتاق رح ودي ناسي دمعات سقيتك وبسافر بلاك يا دروب تنساكي عيوني سرقيني من الناس وردي عمر سنين نهداتي بقلوب يمكن نسيوني نسير الياباس يوعى من الحنين بيك وطوب القلب نحصد كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال بيكوتو بالقلب نحصد الأيام والماضي صور تسكن بالخيال يا كل الحب يا كل الغرام خيالات العمر عم تشرق بالبال خلينا نرجع لموضوعنا. قولي سمعتك. نبيل ابن سليم شاف أمين بالصدفة. أمين؟ أمين ما غيره؟ أمين عم فتش عليه؟ أمين اللي عم تفتش عليه. هيدا هو نهار نطرته من زمان. قال لك وين شافه؟ كيف شافه؟ بيعرف عنوانه؟ التقيوا بالصدفة حوالي العشر دقايق. أمين ما عنده عنوان لأنه مطلوب حي أو ميت. هيك بعرف الله يحميه. لهالسبب يا نسرين ما حدا لازم يعرف هالجملتين اللي بدي قلك اياهم. اكيد تفضلي. امين ناطرك يوم الاربعاء الساعه 10 بمدينه جبال. احفظي هالعنوان كثير منيح. باتسري رويال. اخيرا يا زكيه اخيرا رح اعرف ليه المختار حملنا اسم امين. هالاسم كان اخر كلامه الي. بده يكون في شيء كثير مهم بين المختار وامين او بينك انت شخصيا وبين امين. سنين وانا ناطره هاليوم يا زكيه سنين. يعطيك العافية. الله يعافيك. وين اللي صار؟ اللي صار أكله قليل بدها ترجية مع كل لقمة تاكلها تقريبا عم بغصبها غصب. عم تسألك عنه؟ حب تشوفه وما بدها تزعلك. ممنوع تشوفه يعني ممنوع. البنت ما لازم تعيش بالوهم. هذا العمر بده طولة بال وأنا أعصابي تعبانة صايرة. شايفة وعارفة يا وسام
والحل؟ كيف الحل؟ شو لازم أعمل؟ احكي مع شادي، اسأله ليه تصرف هيك؟ يمكن يكون معذور. معذور؟ شو بده يكون عذره؟ اللي صار كانت موجودة مستحى منه، اعترفت دائما وكان عم يتسلى معها. البنت هلا وين؟ تركتها بالصالون. كنت ناطر انه ناكل سوا. اكلت. قد ايه اكلتي؟ لقمتين وبالغصب؟ اكثر من هيك، هلا ماني جوعان. صدقيني يا بي، اللي زعلانه منه ما بيستاهل منك لا رفه جفن ولا دمعه عين. شادي ما بيستاهل الا كل خير، وإذا قال إنه بطل يحبني وعم يتسلى معي بيكون عم بكذب. ما حدا منا جابره على الكذب، واضح إنه كان بده يخلص منك بأي طريقة. خليني أشوفه وأحكي معه، هيك بعرف إذا كان صادق أو عم بكذب. لشو بدي خليك تشوفيه؟ حتى يتسلى معك كم ساعة زيادة؟ إذا بدك تعرف الحقيقة أنا لازم شوفه. أنا بعرف الحقيقة وكل الحقيقة. أنت بعدك بأول عمرك، وعودك طري، بعدك ما شفتي شي من هالدنيا. لا الأيام الحلوة ولا الأيام المرة. كلامي مفهوم يا اللي صار؟ أنا خايفة أشوف الأيام المرة على إيديك يا بي. إذا بتسمع مني ما رح تشوف إلا الأيام الحلوة. أنا بدي رضاك يا بي، ما بريد زعلك أبدا، وبدي أسمع كلمتك وطيعك. بس شو؟ خايفة أكسر كلمتك وشوف شادية من دون إذنك. ليه خايفة؟ من شو خايفة؟ ما عندك إرادة؟ إذا ما عندك إرادة وين عقلك؟ عقلك بردك. ما بقدر أوعدك يا بي، في شيء أقوى من الإرادة بخليني أضعف. أكيد في شيء أقوى من إرادتك وبخليك تضعفي، أكيد. نطرت يظهر من عندك حتى فوت اطمن عليكي، هيئته كان كتير زعلان. شو القصة؟ قلت له بدي اشوف شادي. اكيد طلبك مرفوض. وحتى لو كان مرفوض انا بدي اجرب شوفه. انت شو عم تعمل هون؟ شو لك شغل بهالارض؟ ما بدي اصطدم معك ولا بدي اتزاعل انا وياك، ناطرك حتى تظهر من البيت لاني بدي اشوف اللي صار. بكل وقاحة وقلة تهذيب بدك تشوف اللي صار ومن ورا ظهري؟ لازم شوفها بأي طريقة، أنت عم تمنعها تشوفني وحبسها بالبيت. يلا امشي، فل من هون، ما بدي شوفك بهالأرض بقى. ما سمعتني؟ يلا تحرك، شو بعدك ناطر؟ اللي صار؟ ولي من وين جايب كل هالوقاحة؟ اليوم انكشفت على حقيقتك، روح! اللي صار؟ اللي صار؟ شادي؟ شادي؟ ألي صار بدي شوفك، ضروري شوفك. يلا نقلع من هون، ما تخليني استعمل معك لقوة. يلا تحرك، فل. أنا أكيد إنه شادي بحبك، والكلام اللي قاله عن تسلاية منه طالع من قلبه. بعرف، ولهالسبب جاي يشوفني. كيف بدك تشوفيه وبأي طريقة؟ بيك منه طايق شادي ولا طايق أخته زينة، وهالأيام صاير كتير عصبي. بس أنا شو ذنبي؟ هو لازم يفهمني ويخليني فتش على الحقيقة، والحقيقة بيعرفها شادي.
ما كان لازم تنتهي له ولا تلزق اسمه عن لسانك. هيدا الثعلب الكذاب الغدار ما بيستاهل ضفر من ضفيرك ولا شعره من راسك. لو كان ثعلب ما كان بيجي لعندي لحتى يشوفني. هيدا نوع من الشباب بعرفه كثير منيح، بالوش مراي وبالقفا حرباي. انا مستعد اشوفه بوجودك معنا، يعني رح تتسمع على كل كلمه بحكيها انا وياه. فهميني يا بنت، انا بيك بالوش بحافظ عليكي. على رواق يا وسام، ما في لزوم لكل هالصريخ، الماما نايمه. ما كانت تفهم انه انا خايف عليها وبدي احميها. بعرف انك خايف علي، بس في حلقه مفقوده يا بي، اعطيني فرصه لحتى اعرف الحقيقه. شادي ما عنده الحقيقه، شادي عم يضحك عليك وعلينا كلنا. منك ناوي تفهمني يا بي، منك ناوي تفهمني ابدا. انت اللي لازم تفتحي ذهنك وتفهميني. هيدا ظلم يا هند، بي كتير قاسي معي كتير. برجع بقلك خلينا نصبر كم يوم بعد، كل عقدة وإلها حل. يعطيك العافية يا شيخ الشباب. شو لوين مستعجل؟ شي ما بيعنيك. مع انه هيدا النوع من الحكي بيضايقني، بس معلي ما رح اعتب عليك. بعرف انه انت بعز شبابك وباول طلعتك، وصعب كتير انه تترك وحدة مثل اليسار. ما تجيب سيرتها على لسانك. انا ما جبت سيرتها بعد. ما تلفظ اسمها حتى. طيب روق. روق روق. هلا بيشوفونا العالم بيفكرونا عم نتخانق مع بعضنا. صدقني انا مش بوارد انه اجيب سيرتها، بس مش اكتر عم بحس معك، لاني بعرف قيمة انك تخسر انسان كنت معود عليه وعم تستفيد منه. عن جد عم تشبه حالك لإلي؟ انت بحياتك ما حبيت حدا ولا اهتميت بحدا غير بحالك. يمكن لاني انخدعت. مين خدعك؟ عم ترانيا مثلا؟ انه قليل اللي عملته فيه عمتك رانيا؟ الطيور على اشكالها تقع. انا تعودت كون عاطل. انت اليوم شو؟ ما بخفي عليك انه مشيت باللعبة، ويمكن عجبتني فكرة انه كون عاطل، هيك بعرف مين بيحبني عن جد ومين بيكرهني. انت ما حدا بيحبك. وانت مين بيحبك اليوم؟ يمكن لمبارح كنت بعدك الولد المدلل عند الكل، خالك وسام وعمتك رانيا وحتى نسرين. نسرين وينها هلأ؟ ها؟ ليه ما بتوقف حدك وبتدافع عنك؟ أو فجأة بطلت شاد اللي ربوك على إيديهم وحبوك من كل قلبهم؟ شو بدك تتحل عني؟ أنا بدي؟ أنت واقف عم تسمعني. معك حق. ما تنسى تسلم لي عليها إذا خلوك تشوفها. إذا خلوك تشوفها. الأدوية اللي حملتيها خطر عليك يا زكية، ما بعرف شو بدي أقلك وكيف بدي وصيك. علي أنا ما في خطر، لا تخافي ولا تشغلي فكرك، يلا بخاطرك. مع ألف سلامة، مع ألف سلامة يا زكية. ما تطولي الغيبة علينا. حسب الظروف وأوامر الشباب، أنا ما بجي إلا إذا في شي ضروري. الله يحميك يا زكية. وأنت كمان يا نسرين، انتبهي على حالك، ولما بتشوفي أمين سلمي له عليه. اعتبري إنه سلامك وصل. كمان مرة بخاطرك. الله يسهل طريقك، مع ألف سلامة. سعيدي ماما. صارت الساعة 6:30، هلأ خلصت شغل؟ من شوي. خلصت من ساعة تقريبا. ماما أنا تعبان، بدي أغسل وارتاح.
ما بدك تاكل؟ بعدين هلا ما لي نفس. انا عايزتك شوي. اقعد ارتاح. في شي بدي اقول لك اياه. ما تقول شي وما تعذبي حالك. انا ماني ناوي اترك الشغل ابدا. بعرف لهالسبب عندي موضوع مهم لازم استشيرك فيه. تفضلي سامعك. بما انه معاشك 30 ليرة يعني صار عندك مدخول كتير منيح. 30 فوق 30 من هلأ لسنة بصير فيك تفتح بيت. ما عم فكر بالموضوع ابدا. غلط يا شادي غلط. لازم تأمن حياتك وتفكر بمستقبلك. ماما لو بدك توصلي معي بالحديث. بدي اخطب لك. حتى عيني ع بنت كتير حلوة مثل القمر، فهماني ومتعلمة وأهلها كتير مرتاحين. بدي جوابك، شو رأيك باللي سمعته؟ ليه ساكت وجامد هيك؟ جاوبني، احكي قل لك كلمة. سعدي! سعدي! صوتي كتير عالي. كيف تتركني وبتمشي؟ أنا بعد ما كملت حديثي. فيك تكمليه ماما، كمليه بينك وبين نفسك. أنا هيدا الحديث ما بيهمني أبدا. كأني ما سمعته. كيف بدي نسيه؟ كيف؟ جميلة! جميلة كنت رايحة لعندك. تعي جاي تعي. خير يا ست سعدة؟ حدا بيشي؟ لا جاي مقطوع نفس كيك؟ لا بس عرفت خبرية وجيت دغري عملها وجهي حتى خبرك وطمنك وخفف عنك كمان. الله يطمنك. شو الخبرية؟ ولك هيدي مقصوفة العمر زكية. ايه شو بها؟ مرقت اليوم عن نسرين قشت كل الادوية واخدتهم معها. ما تسأليني شلا كيف ولا وين دحشتهم. مرقت لعندي على القهوة حتى توزك لي وتخبرني. يقصف عمرك يا زكية ما اهضمك. مين وصل لها خبر معرفته؟ هيئتها كانت جاية بموضوع تاني، قصد التسرين وبدربها قشت كل هالإدوية واخدتهم معها. طيب والضابط والعساكر؟ أتمنى قردي قاعدة بتتنطنط قدام الضابط هيك وهو شي خطا عنه. يا رب عليك يا سعدة، دخيل الله فرحتيني وريحتيلي قلبي. إيه عال أنا هلأ عملت اللي علي، خليني أرجع على القهوة قبل ما حدا يستفقدني. دخليك؟ اش بك واقفة هيك مثل العمود؟ عجلي الشهل ركضي خبري يوسف بركي بيرتاح نتفه وبيفردها. هش مجقر بوجنا بيتحاكش. أوليك؟ معلوم. طيب يلا. معانا شراشف، معانا ملاحف، أغطية للمخدات، ماش للفساتين، معانا كتان، معانا حرير. ما بتغير رأيك وبتشتري مني شي شقفة قماش فستان لحبيبتك أو لمرتك؟ روح من هون. بعمل لك سعر منيح، شو رأيك؟ روح أحسن ما يصيخ أنت بحبس. لا 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 كل شي ولا أنت تزعل مني. بخاطرك شراشف، معانا ملاحف، أغطية للمخدات. زكية؟ ليش مين وصل لخبر؟ سعدة عم تقول إنها كان جاي بمهمة تانية وبالمرة أخذتهم بطريقة. مهمة تانية؟ إيه شو بك توترت؟ لا ما في شيء، منيح إنها أخذت الأدوية. بس ما عرفت شو هي المهمة اللي جاي فيها؟ لا ولا سعدة بتعرف شيء. شو بك سكتت؟ ما بعرف بس العيون مفتحة كتير علينا بهاليومين وبعدنا شي طالعين من هديك المهمة. قول الله يا حياتي لو ما شباب عايزين ما كانوا بيطلبوا. معي خبر. عكل حال بعد بكير لنشغل راسنا ونعطي الهم. خلينا بالأول نعرف لشو جاي زكية، يمكن القصة مش مستعجلة وإلا نسرين كانت بلغتنا. طيب لكن لازم حدا منا يروح صوب نسرين حتى نعرف شو نوع المهمة الجديدة ونحضر لها. أنا بروح إذا أنت مشغول. روحي بس انتبه على الطريق
وإذا في شي مستعجل رجعي وخبريني. إذا الخبرية بتنطر رجعي على البيت بالسهرة بتخبريني كل التفاصيل. طب أنت مأخر؟ مش كتير. الله معك. الله معك. كنت عارفة حلاقيك سهرانة. البابا بعده فايق. هلا حتى نام. سهرتنا كانت طويلة كتير. كل الوقت بقصتك انت وشادي. البابا كتير زعلان منه. زعلان ومجروح. البابا قلبه عليكي. أنا بعرف شادي منيح. بيي هو اللي ما بيعرفه. إذا ما بيعرفه إله حق يزعل. لازم يكون عنده ثقة فيه أكتر من هيك. ثقة موجودة. هو فقد ثقته بشادي وبس. أنا اشتقت لشادي. هيدا أول مرة منفترق عن بعضنا من يوم اللي كنا صغار. الوقت كفيل بحل المشاكل يا اليسار. طولي بالك، اصبري كم يوم بعد. يعني قد ايه بدي اصبر؟ انا بدي اشوفه، رح اختنق، اشتقت له. هو كمان اشتاق لك، لكن الظروف هلا صعبه، ما بتسمح انك تشوفيه. ظروف بايد بيي، هو اللي واقف بطريق. هيدا حظنا وهيدا نصيبنا، الايام صعبه، غيمه سودا وبتمرق. امتى بتمرق؟ امتى بتنحل؟ نام الليله وبكره فرج، ما حدا بيعرف شو بجد. مش قادرة نام يا هند، محرومة النوم ومحرومة راحة البال. كنت عايشة مبسوطة وسعيدة ومرتاحة. كنت شوفه كل يوم، من يوم اللي كنا أولاد كنت شوفه كل يوم. شو اللي صار بهالدنيا يا هند؟ منك أول بنت بعيدة عن حبيبة، ولا رح بتكوني آخر بنت. الحب بده طولة بال وعقل صافي، وبده كمان ثقة بالنفس. أنا بوعدك إني رح أعمل المستحيل حتى تشوفيه. المهم ما نكسر كلمة بيك. أنت وأنا يا إليسار ما لازم نكسر كلمته ولا خاطره. كيف؟ شو رح تعملي؟ بكرة بفكر على رواق شو لازم أعمل. هلأ نامي وريحي راسك من التفكير. كنت ناطرته على الشباك، كنت أكيد أنا رح شوفه الليلة. بكرة عنده شغل بالمعمل وعنده وعي بكير، وانت كمان لازم تنامي وتريحي جسمك. تصبحي على خير وعلى امل جديد، وان شاء الله على راحة البال. تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. Thank you.
يوم الأربعاء ما رح كون بالبيت، رح غيب عنكم 3-4 ساعات. الموضوع بيتعلق بزكية؟ الموضوع بيتعلق بأمين. أمين؟ خبرتك شي زكية؟ سمعتي شي عنه؟ أمين عايش مطلوب ودمه عكفه، رايح أشوفه بسر، ووصتني زكية ما خبر حدا لا وين رح شوفه ولا كيف رح شوفه. حتى نحن ما لازم نعرف؟ هودي الشباب محترفين هيك بيشتغلوا، وأنا بدي التزم بوعدي. المهم تعرفي هالمختار الله يرحمه شو بده واللي خصك إلك بهالاسم. أخيرا رح أعرف الجواب، أكيد رح لقيه عند أمين. اشتقت لهالبنت ولازم روح شوفها. بتعملي كتير منيح، البنت زعلانة ولازم تكوني حدا من وقت لوقت. خايفة روح وتطلع زينب بوجهي. إذا طلعت بوجهك ارجعي. هيك رح أعمل. كمان أنت لازم تشوفيها. ما رح شوفها إلا ما أجتمع مع بيها. ناوية تحكي معه؟ رح تكون جلسة طويلة بيني وبينه. وسام بيحترمك وبيقدرك، أكيد رح يسمع منك. شو رح تطلبي منه؟ بالوقت المناسب رح اطلب منك ومنه. اطلبي مني شو ما بدك ما عدا طلب واحد. شو قصدك؟ ما بدي زينة تكون حماتها لبنتي ولا شادي يكون عريسها. شادي ابن خيك رانيا. امه ما بتقربني وما بدي اياها تقربني. شادي؟ شادي؟ شادي أي ساعة فقت اليوم؟ أي ساعة ظهرت من البيت؟ فكرتك رحت على الشغل. صباح الخير ماما. تركت الشغل؟ بدي غير تيابي وروح على الشغل. وين كنت؟ ليه طلعت من البيت بكير؟ كنت عم بتمشى. وين كنت عم تتمشى؟ مطرح ما الناس تتمشى بين هالشجر. كنت لوحدك أو كنت مع أليسار؟ لوحدة. كنت عم بتمشى لوحدي احسن ما تقتلي حالك وتحمليني دمك. انا بفضل موت على اني اشوفك معه، مفهوم؟ سمع؟ صحتين. تسلم ايدك يا انت. اللي صار بعدها نايمه؟ بقيت سهرانه لاخر الليل، من ساعتين ثلاثه نامت. معطره هالبنت. أمها وبي عم بيعذبوا فيها ومعهم بنتي زينة. ما في عذاب بيبقى على طول، إن شاء الله قريباً بتفرج. أمها تفيق من النوم بديها تجي لعندي بركي بخفف عندها شوية قهر وعذاب. تعملي كتير منيح، رح أبعتلك إياها.
الله يصبر قلبك يا اليسار. يا صباح الفل والورد والياسمين يا حكيم، تفضل ارتاح. شكرا يا مازن، شكرا. نسرين صار معها خبر، لحظة بتكون عندك. شكرا. شو بتحب نضيفك؟ مثل العادة قهوة، ما راح أغير. أنت بتأمر يا حكيم. شكرا. هيدي صورة ربيع بيو لشادي. كل الضيعة بتعرف هالاسم، بتعرف كمان بقصة حب مضى عليها زمن طويل. الله يرحمه. تفضل ارتاح. صرت شايف هالصورة عدة مرات. اليوم حبيت اتأمل أكتر بوجه للمرحوم. شو قال لك هالوجه؟ كنت عم شوف صورة، والصورة ما قالت لي شيء. ما كنت تعرفه من قبل؟ كنت أعرفه منيح. أنا سافرت ورحت على فرنسا حتى أتعلم وهو بقى بالضيعة. كمان مرة يا ميت أهلا وسهلا. شكرا. شرفت. كنت تفاجأت بهالزيارة بعد نهار من أوله. لا ما تفاجأت، أكيد في شي ضروري. جاي اتطمن. زكية كانت بالضيعة، بتأمل تكوني شفتيها. فيك تتطمن، الأدوية بتكون وصلت عند الشباب. زكية ما رح تنام قبل ما توصل الأمانة. الله يحميها ويحميك ويعطيك العافية. وانت كمان الله يحميك ويعطيك العافية. شكرا. مازن بيعمل قهوة كتير طيبة. سناء اللي بتعمل القهوة. تسلم ايدها. ممكن سؤال يا نسرين؟ تفضل يا حكيم. ليه ما قادرة تنسي ربيع؟ حتى اللي بكونوا متزوجين وبصيروا أرامل، مع الوقت بينسوا وبعيشوا حياة جديدة. نسرين؟ نعم يا حكيم. سمعت السؤال؟ سمعت، ما عم بلاقي جواب. أنا ما بعرف ليه مش قادرة أنسى. حرام تدفني نفسك بهالحياة اللي عايشتيها. أنا عايشة مثلي مثل كل هالناس، باكل وبشرب، بحزن وبتضحك. ماني دافني حالي أبدا. حياة منا أكل وشرب وحزن وضحك. حياة لازم يكون لها معنى وهدف وإرادة عيش. الله وهب المرأة نعمة الولادة حتى الإنسانية تستمر والدنيا تعمر. شو بدك تقول يا حكيم؟ أنا عايشة عكس نظام الحياة؟ اسمي باسم، وهيك بدي أقول. لازم يكون عندك عائلة، والعائلة عادة بتتكون من الأم والبي والولاد. نعم يا نسرين، أنت عايشة عكس نظام الحياة. صدمتني بهالتفسير. أنا حاسة حالي كتير طبيعية. كيف طبيعية؟ وين زوجك؟ وين ولادك؟ وين عائلتك يا نسرين؟ أنا وياك قادرين نعمل عائلة ونعيش الفرح والهنا مع أولادنا. الله بيطعم صبيان وبيطعم بنات. لو كل بنت بتخسر أول حب بتدفن نفسها بهالحياة، كانت الأرض بتفنى من وجود العائلة. الأرض ما بتفنى من البشر. بدون حب ما في بشر، وأنا واحد من هالناس. ليه ما حتلاقي حدا بالدنيا كلها يحبك قد ما بحبك يا نسرين؟ ما تتأخري علي بالجواب.
الوقت غدار وعمر الإنسان مثل رفة جفن. رح وصلك على الباب. خليك مرتاحة وفكري بالكلام اللي قلته. اليوم ما رح وداك على الباب. مع السلامة حكيم. اسمي باسم. تذكري اسمك. هلا بخاطرك. بخاطرك لحتى نرجع نلتقي من جديد. مع السلامة. في سبب حتى قال هالكلام اللي زعج بي وزعج الماما، بأكد لك إنه بعده بحبني. وأنا كمان أكيدة إنه بحبك. سمعت صوته لما ندهلك، وسمعت صوتك لما صرختي باسمه. وصيت بدمعتي لما سمعتكم. البابا شحطه. الله يسامح البابا، الله يسامح شادي. كان بلا هالكلمتين اللي قالون. أي تصرف مزعج من شادي بيكون السبب بنتك زينة، ما تواخذيني بهالكلمة. شو ما قلتي ما بزعل يا هند. العاطفة اللي شفتها منك ما بحياتي شفتها من بنتي زينة. عمتي كتير قاسية، حتى على ابنها. شادي ما بيشبهها بشي أبدا. لا أبدا ما بيشبهها. شادي كتير حنون. بصراحة أنا ما كان بدي أحكي يا اليسار، بس لازم نعطيه حقه. بيظهر إنه امبارح نام كل الليل برا حتى يشوفك. برا وين؟ كيف برا؟ وين برا؟ هون برا جنب البيت. بهالبرد؟ بهالسقعة؟ الليل دايما بارد، دايما بارد. كيف عرفتي يا هند؟ كان وسام رايح على الشغل وانا عم ودعه مثل العادة، لقيت شادي غافي ونايم. البابا شايفه؟ البابا فيقه من النوم. حكي معه؟ اول ما وعي فتح عيونه ومشي وما اطلع وراه. شادي مظلوم، أنا أكيد إنه مظلوم. شادي مظلوم، وأنت كمان مظلوم يا تيتا. اليوم بيك رح يسمع مني كلام كتير قاسي. شادي وصل متأخر عن شغله 40 دقيقة. العمال ناطرين بدنا نشوفه كيف بده يتصرف معه. بصراحة عم بيحكوا عن واسطة لأنك خاله. تصرف حسب قانون المعمل. إذا ما في حجة غياب مقنعة يعني بنعطيه إنذار وبنخصم 5% من المعاش. أنا موافق. مثل ما بتريد. قولك حتقنع هالمرة وتحط عقلها براسها؟ حاجة نفقت لنا قلبنا؟ بين ما رديت. على شو؟ جبنا الأقرع. شو صار لي ساعة عم بحكي لحالي؟ مشو صافين؟ مش هيك، بس عم فكر بشي وما سمعتك. بشو عم تفكر؟ في شي أهم من اللي عم بحكيك إيه؟ عم فكر بأمين. وطي صوتك، شو نسيت إنه نحن على الطريق؟ لا، ما كان قصدي، ما توخزيني. شو جاب أمين على راسك هلأ؟ خايف يقوم يورط هالبنت بمصيبة جديدة، ونحن قدي صار لنا منحاول نسيها الماضي. بركي بتحط عقلة براسها وبتوافق ترتبط بهالحكيم وبتخلصنا. رح نموت قبل ما نفرح منها. ما أنا هيدا كان حديثي من الأصل. أنت كنت عم تحكي عن أمين كمان؟ لا، عم بحكي عن نسرين والحكيم. قدي صار لي عم بحلم بنهار اللي تتجوز فيه حتى نشوف لأولادها ونشيلهم على إيدينا. مين بيعرف إذا رجع بالسلامة يكون بعده حطتها براسه وناوي على الخير؟ أنا ارتحت له من ساعة اللي إجا لعنا، وقلبي حاسس ان نسرين حتقتنع هالمره.
يمكن كانت اقتنعت لو ما كل شوي بنط لنا واحد بيلهيها بخبريه اضرب من الثانيه. مع اني بوافقك، بس كمان لو لهمتها وهمت هالشباب مين كان بده يوقف بوش المحتلين ارضنا ومغتصبين حقوقنا وحقوق الفقراء والمعترين؟ الله يرد عنهم، ونحن ما بدنا شيء. طيب امشي، كنت عم بحكيك بشي حلو وعتلتني هم اكبر من همي. انا عتلتك هم؟ كنت بهم واحد مش ملحقه، لشو تذكرني؟ انا ما ذكرتك، انت سالتيني. قولك مين دق الباب بهالوقت؟ بيك بعده بالشغل. وشادي كمان بعده بالشغل. صباح الخير ماما. كيفك اليوم ماما؟ صار لي مدة زعلانة، اليوم وقبل اليوم. سلامتك من الزعل ماما. خير؟ ما في بالعادة تجي هالقد بكير. عندي اشياء خاصة بدي اخذ رأيك فيها. قولي، سمعتك. قلتلك اشياء خاصة. اطلعوا لبرا، بدي اكون انا والماما لوحدنا. هند، اليسار، خليكن هون، ما بدي حدا يترك الأوضة. ماما بدي احكي انا وياك على رواق. هيدي الأوامر بدك تبطليها، مش كل ما عملت زيارة بدك تعطينا أوامر. بدي اقلك شي مهم وما بدي حدا يعرف. تعي مرة تاني بركي بكون لوحدي. عم تشحطيني؟ إذا عم بشحطك ما بقلك تعي مرة تاني. أنا بالصراحة يا زينة بطلت قادرة أتحمل منك قلة أدب، قلة تهذيب، وقلة أخلاق. كنت جاي أعمل لك قيمة وأخد رأيك بالسر، هلأ رح أشتغل على المكشوف. أنا قررت أخطب لابني شادي. بحلف لك يا وراق ما انده كلمي، يا قلبي نسيتك عدرفة شباك، ولها كل مشتاق رح ودي ناسمك، دمعاتي سقيتك وبسافر بناك بكتب القلب نحصد كل الغرام. خيالات العمر عم تشرق بالبال بكتب القلب منحصد الايام، والماضي صور تسكن بالخيال. يا كل الحب يا كل الغرام، خيالات العمر عم تشرق بالبال.